دلوقتي انا وانت قاعدين في اوضه ممنوع الضحك، اوكي؟ ماشي. مش عايزين نضحك خالص. ماشي. وريني تكشيرتك الجميله كده. ايه دي كده التكشيره ولا دي السنتيحه؟ الكشر. هنعمل فقره الوشوش المضحكه. بتعرف تعمل وشوش بتضحك ولا لا؟ ازاي يعني؟ تكشر جامد وانا هحاول اضحكك، اوكي؟ يلا 1 2 3 انت ضحكت يبقى انت ايه؟ خسرت. لو ضحكت او اتكلمت هتخسر، اوكي؟ عشان لو ضحكت لا 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 ايه؟ شلوني دلوقتي. تحدي شرب. شرب ايه بقى؟ شرب العصير. اه بس بتشربه بسرعه؟ لا بشرب بق بق. لا وساعات بشرب على بق واحد. ايوه انا عايزك تشرب على بق واحد عشان اللي هيخلص العصير بتاعه اسرع هو اللي هيكسب والتاني هيرشه، اوكي؟ يلا هاتولنا العصير. نديله الهديه اللي ورا دي ولا الهديه التانيه؟ لا الهديه دي. هنديله انهي واحده؟ طب دي. يلا يلا 1 2 3 أنا خلصت الأول. أنا أهو أنا أهو أنا أهو. خلاص كوباية تاني ونشوف. هاتولنا عصير تاني. يلا أهي العجلة أهي جابوها لك اللي أنت عايز تاخدها. أهي التانية أهي. يلا 1 2 3 خلصت. لا خلصت. لا خلصت. لا شفتك. طب اشرب خلاص اشرب. أنت شوف سرعتك في الشرب إيه. عد 5 كنت خلصت. 1 2 3 4 5 كده شربته. انت دلقت نصها عليك. لا ما دلقتش. لا هات له كوبايه كمان. خلي بالك انت اللي هتحاسب. حاسب؟ انا ما حاسبتش. ما انت عمال تشرب العصير كله. ما توقعت. انا انت كسبتني. فلتكون الحرب. انفق البالونة دي. أسرع جامد. لفوق لفوق كده لفوق كده. هتمسك هاد هتمسك هاد. خد ايه نفخ. الحرب العربية التالتة يا جدعان. الحرب العربية التالتة اشتغل. خلاص انت دلوقتي كسبت معانا في المرحلة دي. قوم اجري بسرعة علشان ال لو ما خرجتش حالا هتخسر بسرعة. ازيك يا مليكة؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا مدام شيرين؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كله تمام. عايزة اقول لحضرتك انه احنا النهاردة دلعناها اخر دلع. اه يا قالت ولعبناها احلى لعب. انت شفتي طبعا مش محتاجه احكي لك. قولي لي بقى احنا دلوقتي عايزين نعرف انت مدى التوافق اللي ما بينك وما بين مليكه. فهنبتدي نسالك اسئله ونشوف انت تعرفي كل تفاصيل حياتها ولا لا، اوكي؟ تمام. مليكه هنطلب منك تحطي السماعات اللي وراكي دي وتستمتعي بالمزيكا. ايوه كده سامعاني يا مليك؟ خلاص كده مليكه راحت مني. عايزه اسالك بقى يا مدام شيرين قولي لي ايه اكتر اكله مليكه بتحبها؟ محشي كرنب. المحشي الكرنب زائد وجبه من بره. طيب وايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كوسه. الكوسه. واي خضار فيه صلصه. طيب وايه اكتر لعبه بتحبها؟ طيب يلا بقى يا مليكه نقلع السماعات. نعم. اقلعي السماعات يا مليك. يلا خلاص حطيها بقى وبصي قدام. البس عادة الطيارة. يلا دلوقتي يا مليكة هسألك نفس الأسئلة اللي أنا سألتها لماما. بس أنا مش عارفة عشان يلا هنبتدي بأول حاجة. أكتر أكل بتحبيه؟ المكرونة. المكرونة. يا خسارة يا مدام شيرين مامتك قالت المحشي. طيب وأكتر أكل مش بتحبيه؟ الكوسة. برافو يا مدام شيرين. طب قوليلي وإيه الأغنية المفضلة عندك؟
يا بنات يا بنات يا بنات. للأسف مامتك قالت فروزن، إجابة غلط. لا أنا مش بحب دي قوي أصلاً. أنا ليه بس كده؟ ليه كده ماما؟ أنا بسمعها بس وبغنيها، مش بحبها. كنت فاكراك عشان بتسمعيها وتغنيها إن أنت بتحبيها. ماما شكلها هتخسرك، أنت طول الحاجات كنت عمالة تكسبي وكل اللي بنتيه مامتك هتهد ولا إيه؟ ماشي ركزي يا مامي. حاضر. طب قولي لي ايه اكتر لون بتحبيه؟ احمر. احمر؟ ماما قالت بينك. انا مش بحب البينك يا ماما، ما انا قلت لك. يا خساره يا خساره يا خساره. طب ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ توم وجيري. يا خساره، ماما قالت بابا باين. ايه بابا باين ده يا ماما؟ انا عارفه بابا بيك. انا مش بحبه اصلا يا ماما. انت جايبه ان معظم الحاجات غلط. معلش معلش معلش. طب قولي لي يا كوكي، ايه هي الصديقه القريبه اكتر واحده صاحبه مامتك، اسمها ايه؟ طنط الاء. شفتي شفتي يا مدام، شفتي البنت ازاي عارفه اسم صاحبتك المقربه ليكي؟ علشان انا اعرفها وبنخرج معاها. وانت ما تعرفيش حاجه عن البنت. طيب امي حضرتك معايا، امي معايا، اتفضلي حضرتك تدخلي في الجهاز ده. اتفضلي. أنا جهاز؟ لا ما تخافيش، بصي انا هظبطها عشان بس تطلع لك عارفه المعلومات كلها عنه. هننزل لها الويندوز. يلا ايه رايك نغير لها هدومها؟ لا. طب نحط لها روج؟ حاطه. لا هنحط لها روج تاني. لا كده ودوسي على الزرار اللي بيدخل المعلومات، الزرار الاحمر ده. ايوه اهو ده. ايوه بس كده خلاص. دوست مرتين. طيب اقعدي بقى. ايه انت قلتي ايه؟ دوست ايه؟ الاحمر. اقعدي تاني. اقعدي 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 وبصي قدامك. دوستي مرتين ولا مره؟ مرتين علشان كان مش راضي يخش. استني بس اشوف احل الموضوع ده ازاي. مو على يلا يلا. اقفلي الباب يا تم. يا مليكه ازيك؟ شفتي شكلي اتغير ازاي؟ كده احلى ولا الاول؟ مالك؟ الاول. لا بجد؟ لا كده حد يزعل مامته؟ لا 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 تعالي بس هنتعود على بعض خلاص. يلا. لا مليكة احضني مامتك يا مليكة. طب ارجع الجهاز تاني؟ مليكة عيب كده هتزعلي مامتك؟ البنت الشاطرة انا هرجع الجهاز خلاص. طب ارجعي الجهاز. انا عايزة مامتي زي ما هي. عايزاها زي ما هي؟ طب ادخلي يا مدام شيرين نحاول نغيرك تاني. طب قومي يا مليكة ودوسي على الزرار بس مرة واحدة. ماشي اقعدي. يا رب يا مسهل. قولي يا رب يا ماما. يا رب يا ماما. تطلعي سليمة. بس أنا مش عايزة. خلاص قومي افتحي قومي افتحي. وما دام مش عايزة تقولي بقى ربنا يستر وكون طلعت بقى. شفتي؟ إيه؟ ليه؟ ما لقيتش حاجة؟ ما أنا قلت لك. اقعدي تاني. اقعدي. اقعدي يا مليك. أنت لقيتي إيه جوه؟ مش لقيت حاجة. يعني مامتك اتبخرت؟ لا ماما موجودة. ماما موجودة فين؟ هنا جنبنا. ايه روحي؟ ما شاء الله، أنا لو منك أخاف عليها من الحسد وما نزلهاش أصلا، يعني بجد دي ما شاء الله جميلة. تعرف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ مش عارف يعني هو ايه ده؟ انا هقول لك بقى. الجهاز اللي انت قاعد عليه ده اسمه جهاز كشف الكذب. ماشي. هو متوصل بكل مخك وبيقرا كل افكارك. ماشي. هتكذب هعرف وهينور احمر. هتقولي الحقيقه هحبك وهعرف وهينور ايه؟ اكتر. الله ينور. هنبدأ وعايزين نركز. اسمك ايه؟ اسمي آسر. برافو. عندك كام سنة؟ عندي 5. اللي هما كام؟ 5 years يعني 5 سنين. برافو. انت مرتاح ولا قلقان؟ مرتاح. قلقان. تحبي بنات بقى في المدرسة؟
لا. طب وهنا؟ أنا خصماني. خصمك؟ يعني أنت لو صالحتك هتحبها؟ هي هنا بتحب أدم؟ لأ؟ بس هي بتحب، بحب أعرفك. معلش. ممكن تقول إيه دلوقتي لهنا وآدم؟ ممكن أقول لهم بشكرهم. بتشكرهم؟ إيه الأغنية اللي ممكن تغنيها لهم في اللحظة الضعيفة اللي أنت فيها دي؟ الفار والقطة، بحب الفار والقطة. غني لهم الفار والقطة. الفار والقطة الاتنين دول دايماً مختلفين طول السنة الأربع تسوم أرجو فار شمال ويمين. هو آدم رفيع مش كده؟ افتكر ده السبب اللي مخليها تسيبك؟ صغير بس رفيع. وانت؟ انا مش رفيع، انا تخين. اسمها كلبوز. كلبوز دي حاجة حلوة على فكرة. عشان باكل كتير. تاكل كتير ليه؟ عشان ابقى جعان. ايه اكتر حاجة بتحبها في الاكل؟ بحب التورتة. ولا الجاتو؟ الاتنين مع بعض، بحب الجاتو والتورتة. انا ايه بقى؟ انتي رفيع. انا رفيع؟ ليه؟ انا ايه؟ قول عادي. عادي؟ قول. بص. بصي. انتي كلبوزة بس رفيع. تمام. ميرسي. انت بتحب مامتك اكتر ولا باباك؟ بص انا بحب ماما. بتحب ماما اكتر ولا صلاح؟ صلاح بيخوفني، ما بحبوش. انا بحب ماما بس. صلاح بيلبس الوش وبيخوف. في اي اسرار مخبيها عليا؟ انا مخبيها على صلاح. ماما لما بتجيب لي شاورما انا بخبيها. لو ما تخافش وعلي صوتك. انا وانت ايه؟ صحاب. كم اول لما بيجي عندنا صلاح انا بخبي الشاورما، هو يدخل بقى براحته. بتخبيها تحت السرير؟ لا بخبيها في الشنطه. في الشنطه؟ فدي الحاجه اللي انت مخبيها عليا. وايه تاني؟ قالين الصغيره لما بطلع بحاجه او لعب بتاخدها مني، بتقول لي دي بتاعت لينا. هي رزله صح لينا دي؟ فك الحاجات دي وتعالى سلم عليا عشان انت كسبت في الفقره دي لانك كنت صادق وجميل. عايزه اقول لحضرتك يا استاذ عماد ان انا وديجي النهارده لعبنا، هزرنا، وكلنا، عملنا كل حاجه مع بعض، يعني لدرجه ان احنا تقريبا كمان اتخطبنا. مش كده يا دودي؟ انت قلت لبابا؟ لا ما قاليش حاجه. ايه؟ قلت لك؟ لا. بيقول انه قال لك. لا لا ده في بقى اختلاف من الاول. قلت لك. قلت لي امتى؟ قلت لك. قلت له ايه طيب؟ فكره. قلت له فوق. طب خلاص افتكرت، ايوه صح. قال لك؟ قال لي انا اللي غلطان، معلش. وانت موافق؟ موافق. قال لك ايه طيب؟ موافق طبعا. طب هو قال لك ايه بالظبط يا انكل؟ قال لي ايه؟ قال لي انا خطبت طنط شيماء. طنط ايه؟ ماشي. طنط ايه؟ استاذه شيماء. واحد يقول لي خطبته ولا استاذه كده، بيقول لي يا شوشو ده انا اصغر مني. اقول لك على حاجه؟ انا بفكر اقلب الواد ابنك ده عشان انا بحب اللون المسمر شويه، والواد ده ابيض كالع. ابيض خالص. ايوه صح. فايه رايك؟ سامعك يا شوشو. شايفاه بقى بس يون. سامعك يا شوشو. طيب عموما انا كنت جايباكم هنا، كنت ناوي اعمل حاجات كويسه، بس انتوا بقى اللي جنوتوا على نفسكم. ما دام انتوا الاتنين بتتريقوا عليا، واحد يقول لي طن انا قلت البس السماعات. انت ده انت لدك معايا فله. البس السماعات. انا ده ايه؟ هو دودي دانيال وحضرتك عماد، فتمشي برضو دودي. لا هبتدي احدد ده. احنا الاتنين انت عوعي وهو دودي. يبقى مين حضرتك عوعي ايه؟ انا عوعي بالظبط، وهو ايه؟ دودي. ماشي يا عوعي. نعم. اسالك بقى اسئله وترد عليا على طول. ماشي. عايزه اعرف انت تعرف ابنك لاي درجه. ممكن تقول لي ايه اكتر اكله هو بيحبها؟ اكتر اكله هو بيحبها البيتزا. البيتزا.
دلوقتي اطلب من دودي. يا دودي ايمن شيلي السماعه يا حبيبي، تعالى شوف القصايد والبلاوي اللي احنا عندنا. تعالى هسالك اسئله ماشي وهترد عليا. اوكي ايه اكتر اكله بتحبها؟ انا بحب البيتزا. غلط، باباك قال انك بتحب البرجر. ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كوارع. غلط، باباك قال لي ان اكتر اكله بتكرهها البيتزا. يا خساره. طب بتشجع فريق مين؟ الزمالك. ده قال لي انك اهلاوي اصيل. يا نهار ابيض على الاخطاء الكرويه. لا بصوا انا مش هكمل لانه واضح كده من بدري ان الفجوه كبيره، وانا دلوقتي لازم اتخذ معاكم موقف حاسم وقوي لانه خلاص العيله دي فيها تفكك اسري، ان انا دلوقتي احاول اغير حاجات بسيطه في مخ والدك علشان يحاول يبقى متماشي معاك. عندك مشكله؟ لا. طيب تمام، اتفضل يا استاذ دانيال. ميرسي قوي يا دودي ان انت وافقت. اتفضل يا استاذ عوعي، قوم معايا. طب انا هعمل ايه هنا حضرتك؟ انا هعمل ايه ان شاء الله؟ اقعد انت ساكت خالص. دي كانت غسلتي الاوتوماتيك وقلبتها، انا بعمل اجهزه. اتفضل ادخل. قوم يا دودي، قوم يا دودي، دوس على الزرار. انا الزرار. اقفل الباب جامد كده على بابا. ايوه هو اتقفل خلاص. ايوه دوس بقى على الزرار. انا الزرار اللي هو اللي قدامك ده. ايوه ده. ايوه ده، وريني كده، دوس. تعالى بقى خد امجيلي هنا كده، امجيلي هنا كده على الطقم اللي انت عايزه عشان لما يجي المحاسبه. امجيلي امجيلي هنا. هنا؟ هنا. ايوه امجي. ايوه بس كده، شكرا. هي اقعد بقى. يلا عارف لو ما اتغيرتش يا بابا. اقعد بقى، حط السماعة ورا ظهرك. اطلع يا أستاذ عوعي. دانيال ابني اقفل الباب يا عوعي، اقفل الباب وراك. انت صغرتني ليه كده؟ دانيال ايه اللي طلع لك ده؟ ينفع تصغرني كده؟ ده انا هروح الصغر ازاي؟ خش 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 يا بابا، خش 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 هنا يا استاذ عوعي. خش تاني، خش تاني لو سمحت، خش تاني. خش اعمل ايه؟ لا انا دخلي تاني لو سمحت. ايوه يدخل تاني. وبعدين ما هو ده باباك خلاص. ما احنا هنرجعه. هترجعه ازاي يا حبيبي؟ المكنه دي بتشتغل مره كل 24 ساعه. خدوا بقى روحوا. نعم انا عايز ارجع لجسمي القديم. ما انا مش عارفه اعمل ايه والله. ده ابن حضرتك هو اللي مضى ووافق على كده اهو. حتى شوف الامضاء حضرتك. انا اعمل ايه بقى؟ انتوا هتحيروني معاكم؟ انت ازاي تعمل كده؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي ايه؟ انت صغرتني. قال لي دوس على الزرار الاحمر. قال لي دوس على الزرار اللي قدامك. انت ازاي تدوس على الاحمر؟ اروح الشغل ازاي انا دلوقتي؟ مش هيعرفوني اصلا. معاك حق. اجيب لكم فلوس منين واكلكم؟ يا لهوي، ولا تسوق ازاي؟ ده ممنوع على الاطفال اللي زيك السواق. هتقضيها تكاتك بقى. معلش يا استاذ عوعو، اتشعبط. سيب صاحبي بقى زي صهرك. تصدق صح، ده انا مش واخده بالي. طب هز كده عشان اتاكد انها مش باروكه. اهو شفت نفس حركتك يا دانيال. يا لهوي نفس الحركه. قوم لا عشان نروح لامك. قوم يا حبيبي، معلش. قوم يا دانيال، خد ابوك وامشي. خلي بالك يا ابني وانتوا بتعدوا الطريق بقى، روحوا اي حته. ايه ده؟ انا رحت. ايه يا دودي بقى، ايه الاخبار؟ الحمد لله. اقعد على رجل باباك. تعال بوسه. ممكن بقى اخر سؤال يا استاذ عوعو؟ اتفضلي. حضرتك اللي على دماغ ابنك ده شعره ولا باروكه؟ شعره. طب ممكن تشده لنا كده نتاكد؟ ما هو اهو. طب هزه كده يا دودي اخر مره عشان نتاكد. خلاص كفايه، صدقتك. يلا خد باباك بقى وامشي قبل. يا جميله، يا خلاص يا ناس على الضحكه الحلوه. ازاي؟ دلوقتي انا وانتي هنقعد نلعب مع بعض. ماشي، بس مش عايزين نضحك. ماشي. عايزين نكشر. ماشي. تعرفي تكشري؟ وريني كده تكشرتك. لا جامد اكتر من كده. ايوه هي دي. بصي هنعمل اول سباق مع بعض.
هنشوف مين فينا اللي هينفخ البالونه اسرع. تعرفي تنفخي؟ حاولي. ما ينفعش هنا تقولي ما بعرفش، لازم تعرفي كل حاجه عشان انت شاطره. حاولي نشوف توصلي لحد فين. خدي اللي عايزه دي، عايزه دي، خدي اختاري اللي انت عايزه. ماشي انا هاخد انا دي. يلا 1 2 3 برافو. لا بصي بصي هقول لك ازاي. بصي بقى استنى وقفلي كده. ايوه كده وقفلي عليها تاني. انفخ انفخ انفخ. هاتي امسكها لك، هاتي امسكها لك عشان يلا انفخ انفخ. ايه اللي حصل ده؟ فرقعت؟ فرقعت ازاي؟ طيب يلا بصي دلوقتي بما انه البالونه بتاعتك فرقعت يبقى انت ايه؟ خسرتي ولا كسبتي؟ خسرتي. فاللي بيخسر هنا بيترش. 1 2 3 خلاص. يلا هنروح بقى التحدي التاني. العين نضاره بقى. هنروح التحدي التاني. اوعي بقى تكسبيني احسن ترشيني بقى انت كمان. ماشي يلا التحدي التاني. بتعرفي تعملي وشوش بتضحك؟ يعني ايه؟ بصي انا هوريكي، انت كشري وانا هعمل لك وش بيضحك. لو ضحكتي يبقى انت ايه اللي خسرانه. ماشي يلا كشري كده وخليكي بصاله. 1 2 3 ضحكتي. لا ما ضحكتيش يبقى انا اللي خسرت وانت هترشيني. استني رجيها جامد، رجيها جامد الاول. يلا 1 2 3 دوسي جامد. دوسي. استني انا مستنيه اهو. بدوس جامد. ماشي عايزه ايه دلوقتي انت؟ بصي دوسي انت. دوسي ادوسي انا اغرق نفسي. بصي انا 1 2 3 حرام عليك يا جميل، حرام عليك ما كانش العشب كده تغرقيني كده كده. يلا دلوقتي هنروح للتحدي الاخير. تعرفي تشربي عصير؟ اه بعرف. بسرعه هنجيب كوبايتين عصير ونشوف مين فينا اللي هتخلص العصير بتاعها اصلا، هتبقى هي اللي كسبانه. اوكي يلا هاتوا لنا بقى العصير. 1 2 3 ابتدي. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. برافو عليكي. غمضي عينك كده وانت بتشربي، هتشربي اسرع. غمضي عينك، غمضي عيني، غمضي عيني. فتحي خلاص، فتحي بقى عشان تشربي جامد. يلا ستوب، التايم خلص. وريني كده. الحمد لله العصير ده شبعني قوي. وريني كده. ايه ده انت لسه ما خلصتيش؟ ده انا خلصت الكوبايه بتاعتي كلها. يبقى انت للاسف انت اللي خسرتي، وهعاقبك عشان تعدي معايا المرحله دي. اوكي يلا. ايه اكتر اكل مش بتحبيه؟ استني هسالك. انا معاكي اهو، انا عارفه ان بتحبي الهدوء والتأني. انا خدت بالي من ساعه ما كنتش متأنية. كلي منها مرة أو اتنين، هنشوف كده حسب. مرة. إيه؟ مرة واحدة. أنا هأكلك أنا طيب عشان ما تحسيش. طب مرة واحدة. ماشي هشوف، لو أكلتيها حلو يبقى مرة واحدة، لو أكلتيها وحش هيبقى ماشي. بس كشري. كشري، أيوه يلا افتحي بقى. يلا. حلوة؟ قوي؟ بس مش عايزة تاني. ايه؟ مش عايزة تاني. ليه مش عايزة تاني؟ مش انتي بتقولي حلوة؟ خد. مش انتي بتقولي حلوة؟ اه بس مش هي، مش
يعني مش حلوة قوي، يعني مش عايزة تاني. انت عسل وانت خلاص كسبتي معايا في المرحلة دي. وشوف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا انا هقول الجهاز ده جهاز كشف الكذب. انت بتكذبي؟ يعني عمرك ما كذبتي في حياتك؟ كذبتي؟ بس كانت مرة. مستعد؟ مستعد. يلا اسمك ايه؟ ياسين. برافو. هنا احمد زهرة. عندك كم سنة؟ 7. يعني بكرة إن شاء الله يبقى عيد ميلادي، المفروض النهاردة بس عشان ده امتحان فأنا مامي هتعمله لي بكرة. حاسس إنك مبسوط ولا حاسس إنك قلقان؟ مبسوط. حاسة كده وبعدين أرجع كده، حاسة كده وبعدين أرجع كده. تحب المدرسة؟ أوه. أول ما أصحى بحس إن أنا مش عايزة، بس لما أروح بحس إن أنا عايزة. يعني أنتي بتحبي النوم؟ طب قولي مين أكتر حد بتحبه في المدرسة؟ مالك. مين أكتر بقى مدرس ما بتحبهوش؟ مستر عزت. ليه بقى؟ عمل إيه مستر عزت؟ هو ما بيخلينيش اروح في حتة الكبار. بحب البنات. مش بتحب البنات؟ شوية شوية. ماشي. عارفة مستر عزت؟ ايه؟ ده يبقى جوزي. وانتي ما بتحبيش جوزي. ده ينفع؟ بتحبي مستر عزت؟ ايه اكبر مصيبه عملتيها في حياتي؟ وده كان زمان. مش فاكره او فاكره شويه حاجات. فاكره كل حاجه. كنت زمان كاني بحب حد. عايزة أعرف بس حاجة أخيرة، شايفني رفيعة ولا تخينة؟ تخينة. شايفني تخينة؟ أنا تخينة؟ لا. يعني أنا إيه؟ رفيعة. مرسي.